نتكلم عن غرفة الأكل ومقاساتها، مفروض من أول الطاولة اللي الطوفة بين 90 و 100 سنتي، وهالمقاسات هي أقل شيء. وإذا كان عندنا باب، مفروض من الباب للطاولة ما يقل عن 130 سنتي، وبعدين من سنتر الكرسي لسنتر الكرسي بين 60 إلى 80 سنتي. هذه الأرقام مينيمم. وخلينا نفرض بنحط سجادة تحت الطاولة، مفروض أكبر من الطاولة 90 سنتي من كل جنب. ليش 90 سنتي؟ لأن نبي لما نسحب الكرسي ونقعد عليه الأربع ريول تظل فوق السجادة، مو الريلين الورانيين يصيرون ورا السجادة وصعب. كذي لما تكون الكرسيين ورا السجادة، لما نين دخلة لازم نرفع الكرسي ونسحب الكرسي تحت الطاولة. خلنا نفرض إحنا قاعدين ننفذ طاولة أكل، تهتمون إن بين الباتم مال الطاولة والكرسي المساحة هذه مفروض ما تقل عن 20 سنتي، يسمونها knee space، مساحة حق الركبة عشان ما تطق الركبة واحد مرتاح يطلع ويدخل. وطبعا إذا كنت بعلق ثريا فوق الطاولة، هذا شيء تقديري، كل واحد على حسب الستايل ماله، لكن ما نحاول الشاندلير تكون وايد بعيدة لأنها راح تشيل النظر عن الطاولة. فالستاندرد هو بين 60 إلى 80 سنتي، بس لازم ننتبه إذا الطاولة كانت ضيجة نرفعها شوية عشان الواحد لما يقوم من الطاولة ما يطق راسه بالثرية. كله يعتمد على مقاس الثرية، تعتمد على مقاس الطاولة والستايل. كل ما نزلته كل ما صار مودرن أكثر. واحدة قاعد تسأل مرحلة توزيع الكهرباء متى في البناء. أنا أقول لكم بالتصميم توزعون الكهرباء قبل ما تبنون. ضروري إن إحنا نصمم الكهرباء في مرحلة التصميم ونوزعها، مو عقب ما نبني نفكر وين بنحط البلاكات. أنا أقول لكم قبل ما يبني، وتشتغلون معاه in parallel مع المعماري والمقاول، يعني اثنينات كلهم يكملون بعض. مهندس التصميم الداخلي ترى مو بس ألوان وحط القنفة هني وصبغي الوالبيبر، صبغي الطفة هذه وحط الوالبيبر هذا، لا، احنا كمهندسين تصميم لنا مراحل وايد ندخل نشوف مساحات الغرف، أماكنهم، الحركة، السيركيليشن، الدرايش وين. وايد مرات تيني بيوت ما أعرف وين أحط الفراش لأنه التوزيع غلط، مكان دريشة غلط، مكان الباب غلط. فأنسب شيء قبل ما تبنون تخلون المهندس يشوف المخطط، إذا في أي تعديلات تعدلونها، وبعدين شوي شوي يشتغل معاكم لما ينتهي. أسئلة عن غرف ليها في برنامج اسمه Kids Room، هذا House Kids Room، يعطيكم أفكار. مثلا Toddlers اللي هما 5-6 سنين، تعطيكم كذي أفكار وصور في All Photos. الانترنت. أحب برنامج بنترست، وايد أشوف أفكار فيه، أتابع أشياء عن ديكور، أشياء عن أكل ياهال، أفكار تاب اشتركوا فيه. يعني شوفوا هالشي الغريب، إذا عندكم واير مثلا طويل ثبتون على الطوفة بهالمسامير كنا طير وزرع، وهذا تلفون على، نشوف هذا الشيء يمسك الواير حق التليفون. أشياء تونس، يعني الواحد ما شلون يفكرون صراحة. نشوف هالفكرة، يعني ما أدري هالشخص شلون فكر فيها. أشياء ترى جدا بسيطة، لما طالعوها تقول إحنا شلون شيء ما فكرنا. فنانين مثلا هذه كلاسات غريبة، هذا قديم شفناه، هذا شفناه، شايفته هذا عادي، هذا فظيع. طبعا شلون كنا طاير من قدام، بس على الجنب هو اكشلي ثابت من المسكه. شوف هالمغسله اللي ثابته بارت، يعني جزء واحد مع الباث توب. مرات
مرات البساطة يعني أجمل مليون مرة من الأشياء الواحد يفكر فيها زيادة عن اللزوم. يمكن بعد شوية أبكي إذا كملت صراحة. يعني طعوا الباثتب مع الخشب على الأرض، أنتوا شوفوا تفصيلة الفايربليس. طعوا الستارة، طعوا بساطتها وحالاتها. تدرون لو أقول حق أحد هني بالكويت سووا كذي، وشفكني عاد. بسولف لكم اليوم الحين على شيء اسمه symmetrical وشيء اسمه asymmetrical بالديزاين. شنو يعني symmetrical؟ لما يكون متساوي، يعني اليمين نفس اليسار. انا باخذ example كأن عندي كونسول وفي مثل مدخل للبيت، هذه في balance، في symmetry، يعني لو احط خط بالنص الاقي اليمين نفس اليسار. عندي لوحة، أبجورتين، شوية كتب، فازة مثلا. بالمقابل باخذ نفس الكومبوننتس مالتها، لوحة، أباجورتين، وطاولة، وتنحط الكتب هني والفاز الفازة هني. صار عندي شيء اسمه asymmetrical، يعني مو بالانس، يعني في أشياء غير على اليمين عن اليسار. اثنيناتهم صراحة صح، ما أقدر أقول في شيء غلط وفي شيء صح، بس يعتمد على الديزاين اللي شغالين عليه، الديزاين والرغبة. فمعناته يعني أنا هذا الشيء لما أقول أنا محتاج أسوي بالانس أبي اليمين نفس اليسار، فمعناته أنا قاعد أسوي شيء سيمتري. إذا صار في شيء غير متوازن، يعني اليمين غير عن اليسار، فيصير أسيمتريكل. بس شلون أنا أخلق التوازن بالأسيمتريكل؟ إذا كان عندي لوحة معينة مثلا هني وكبيرة وفيها لون أخضر، ممكن أختار أبجورات فيهم تفاصيل خضرة، أخلق بالانس شوية بالألوان. ناخذ مثال كصالة كاملة، هذه سيمتريكال، يعني لما أحط خط أنا بالنص ألاقي اليمين إكزاكت اليسار، فما عندي مشكلة بالبالانس. هذا مثال ثاني حق سيمتريكال، يمين نفس اليسار، نفس الكوشايات، نفس الأبجورات، نفس الطاولات. مقابل هذا إكزامبل حق أسيمتريكال، يعني ما فيها بالانس، يعني ما حط خط بالنص اليمين مو نفس اليسار. بس شلون سوينا بالانس؟ الطريقة اللي أشوف إذا بحللها، هني على اليسار السوفة كبيرة، وعلى اليمين حطوا قطعتين أثاث، ولكن كل شيء صار مايل أكثر لليمين، مايل للناحية هذه. يعني بدال يحطون لوحة هذه على اليسار حطوها على اليمين، بدال يحطون الرف هذا على اليسار حطوها. خلقنا بالانس بالوزن، وزنياً تصير فيها بالانس. دخلوا اللون الأحمر هني بقطعة أكبر، والأحمر هني بقطعة جداً صغيرة ومينيمال. وهذا إكزامبل ثاني وأخير حق الأسيمتريكال. شوفوا السوفا مايلة أكثر للجنب هذا اليسار، والكرسيين على اليمين. بس انتبهوا إن هذا تصميمه ما نحط كذي، يعني من غير تفكير، لأن الوزن أكثر جاي على اليسار، فأعتقد الرف كان أنسب إن يكون. فالصالة وزنها أكثر على اليسار، بس اليونت هذا وزنه أكثر على اليمين، فوزنيا خلق بالانس. بما أن أنا برا البيت وما أقدر أقول لكم عن فقرة الكوريين، قررت أتكلم عن شيء وصلني اليوم موضوع وحبيت أتكلم عنه. تكونون لما قلت لكم بسوي طاولة رخام أكل مقاسها متر 20 ومترين ونص، في واحدة ما شاء الله صفقتني وسوتها بسرعة، بس صار في مشكلة. بس مسكينة دزت لي مسج قالت لي فرح سويتها بس الرخامة انكسرت. للأسف اللي صنعون لها إياها ما عرفها ويقولوا لها. طبعا الرخامة بتنكسر، لأن الرخامة كستركتشر والمكونات مالتها ما هي وايد قوية لما تكون على المساحة هذه. يعني لو أجيب رخامة بهالمقاس وجزازة بهالمقاس، الجزازة أقوى من الرخامة بمليون مرة، فلازم يصير فيها تدعيم من تحت. الرخامة اللي أنا بسويها إذا سماكتها 2 سنتي مثل سماكة المرة اللي قالت لي إنها كسرت عند الرخامة، طبعاً أنا راح أحط مثل شفة هني عشان أنا أبي يكون شكل الرخامة كأنه بلوك 6 سنتي إنها سميكة، ولكن 6 سنتي رخام وايد غالي ومو موجود، لازم يصير أوردر وما أدري شنو.
أخذ 2 سنتي من الكويت وخليهم يحطوا لي شفة طبعا بتركيب صحيح مع أبوكسي ويتمعجن. أهم من هذا كله لازم يكون في لاتيه تحت على الأقل 18 ملي أو أكثر على حسب مقاس الرخامة. هاللاتيه يلزق عليه الرخام لزق أبوكسي أو أن نحط قطاعات خشب أو حديد كذي. لما أحط الخشبة كذي طبعا القوة وايد أقوى من أني أحط خشبة كذي. فإذا الرخامة صايرة كذي لازم أحط لاتيه على السماك على الأرض كله يلزق عليه وقطاعات خشب. ليش قطاعات الخشب لازم تصير بهالطريقة؟ لأن بهالطريقة تكون أقوى وبهالطريقة نتفادى أي انحناء من النص اللي هو يعمل ويكنس إذا كان في عرج ضعيف وممكن تنكسر الرخامة. وبعدين حطوا الأرجل مثل ما تبون، تبون أرجل رخام، تبون أرجل نازلة من هني، خلاص صار في سبورت. دائما إذا حطينا بالنص طبعا يصير أقوى، فعليا راح تشوفونه رخامة كذي ولاتي لازق تحته والحديد. تبون يصير أقوى وأقوى مشوا قطاع حديد ككروس. الزبدة اللي بوصل لكم إياها رخامة على المقاس اللي قلت لكم إياه بروحها راح تنكسر. رشفت والله يعلم تضبط ولا ما تضبط، رخام غالي لازقين تحته رخام رخيص ملزوق بأبوكسي فصار قوة دبل. فطبعا عشان ألزق طبقة ثانية أكيد لازم يصير عندي شفة من الرخام الغالي عشان ما يبين السايد من الرخام الرخيص. في طرق وايد بس ما بيأدخل تفاصيل أعقدكم. في طرق إن إحنا نأخذ رخامة ونعمل لها جروفين ونحط سيخ سياخ حديد مع أبوكسي. الحين عرفتوا إن الرخام ما يصير بروحه عشان ما تخلون واحد بياع يقص عليكم أو ما يكون هو فاهم بالموضوع عدل وتشترون ينكسر. وآخر معلومة حق اليوم، إذا كان عندي غرفة وأبي أحط فيها سجادة كبيرة، السجادة مفروض تكون تبعد عن الطوفة 60. السجادة هذه مفروض تبعد عن الطوفة 60 سنتي. إذا هذه الرق وهذه الول 60 سنتي. طبعا الرقم هذا تكون حق الغرف الكبيرة، إذا عندي الغرفة صغيرة هذا الرقم يتحول إلى 40 سنتي. ليش ماكو رقم؟ لأنه يعتمد أنت إيش كثر توخرون الأثاث عن بعض. كل ما وخرتوه كل ما كبرت السقوفة، بس إنه أهم شيء تكون داخل الريول، مو مثلاً نحط السجاج كذي صغيرة، لا لازم تكون تحت الجزء الأمامي من كل القطع اللي موجودة بالصالة. وايد ناس سألوا زين إذا كان عندنا L شلون طريقة السجادة؟ فنفترض أن عندي L وكرسيين كورنر وطاولة على الجنب هني، السجادة تصير من هني تاخذ ريل الكرسي هذا وريل الكرسي هذا وكذي. طبعا المقاس هذا هو المينيمم، ما يمنع أن أنا سجادتي تطلع شوية كذي إذا كبيرة، بس حاولوا أن ما تطلع عن الريل هذه، أحلى أن يكون الأثاث جزء كبير منه على القنفة أو جزء برا القنفة، أحلى من سجادتي على كبرها. وجهة نظري. يقول إن الهير سبراي يشيل بقع القلم من الهدوم، ما أدري بجرب، فأنا حطيت علامة هني وغسلتها بماي ما راحت. خلينا نشوف الحين مع الهير سبراي. بوزة بيضة بحط عليها أكس، برش هير سبراي وخليه ينشف شوية. ترى أنا ما أدري إذا راح يشتغل هذا ولا لا، ها معاي أنتوا شوفوا شلون قاعد يمشي الحبر قاعد يتشرب، ما أدري وين قاعد يروح بالضبط، بالقطن ولا بالهير سبراي ما أدري. الحين بغسله بماي وبشوف شو يصير. طاو راح، ماكو شيء، راحت. وهذه غسلتها بس بماي وما قاعد تروح، شوفوا.